هذه الفعالية ستتركز بشكل أساسي حول أو ستدور حول معرض أكاديمي نؤرخ من خلاله لأصل اللباس الجزائري والحلي الجزائرية. هي مناسبة أيضا لتعريف الجيل الجديد على المبادئ الأساسية في صناعة الحرف التقليدية الجزائرية، وكذلك يعني نقلها وتوارثها عبر الأجيال. كما تعلمون الجزائر كانت في سنة 2023 قد أودعت ملف تصنيف لباس الشرق الجزائري لدى منظمة اليونسكو، وهو الملف الذي ستتم معاينته ودراسته في اجتماع لجنة اليونسكو في ديسمبر 2024. ونحن حاليا نعمل على تصنيف أيضا العديد من العناصر الموروث الثقافي الجزائري سواء المادي أو غير المادي.